أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من حصة بريكسبور، والذي سنخصصه للحديث عن الحدث وهو خروج المنتخب الوطني من الدور الأول من نهائية كأس أمم إفريقيا 2021 والمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائية كأس العالم قطر 2022. صحب خروج المنتخب الوطني من الكان حالة من الإحباط الكبير لدى الجمهور الجزائري، وسادت حالة سلبية في الجو الرياضي العام، وما زاد الطين بلة هو قرعة المباراة الفاصلة التي أوقعت محاربي الصحراء في مواجهة منتخب الكاميرون، ليفقد الجمهور الأمل في بلوغ مونديال قطر، خاصة بعد المستوى الكارثي الذي ظهر به الخضر في النسخة الأخيرة من الكان. لكن الجمهور الجزائري نسى أو تناسى أن المنتخب الوطني تأهل في السنوات الأخيرة فقط إلى المونديال في مناسبتين من أصل ثلاثة ممكنة. الخضر في سنة 2010 استطاعوا بلوغ مونديال جنوب إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخهم، بالرغم من غيابهم عن كأس أمم إفريقيا في نسختي 2006-2008. بلوغ المونديال أنذاك جاء على حساب المرشح الأول المنتخب المصري صاحب ثلاث كؤوس إفريقية متتالية، والخضر أنذاك كانوا خارج دائرة الترشيحات تماما. لكن مع انطلاق التصفيات تغيرت كل المعطيات، وظهرت نسخة جديدة للمنتخب الجزائري الذي كان قريب من حسم التأهل إلى المونديال دون اللجوء إلى المباراة الفاصلة لولا أحداث القاهرة التي يعرفها العام والخاص. وحتى بعد لعب المباراة الفاصلة تأهل الخضر عن جدارة واستحقاق إلى المونديال فيما يعرف بملحمة أمدرمان. تأهل المنتخب الجزائري إلى مونديال البرازيل 2014 جاء بعد خيبات ونكسات إفريقية متتالية، بالغياب عن نسخة 2012 والخروج من الدور الأول في كان 2013. لكن في تصفيات كأس العالم قال الخضر كلمتهم وتصدروا مجموعتهم ليلعبوا المباراة الفاصلة أمام منتخب بوركينا فاسو العنيد، وبالرغم من الخسارة هناك بثلاثة أهداف مقابل هدفين استطاع المحاربون خطف التأهل بهدف مجيد بوغرا، ويطيروا إلى مونديال البرازيل أين بصموا على مشوار بطولي وتاريخي في نفس الوقت ببلوغ الدور الثاني لأول مرة في التاريخ والخروج بشرف بعدما أسالوا العرق البارد للمنتخب الألماني المتوج باللقب. هي معطيات تؤكد أن الفشل القاري لا يعني الفشل في بلوغ المونديال، والعكس صحيح، والأمثلة عديدة نذكر منها خصم الجزائر في المباراة الفاصلة منتخب الكاميرون. أسود الكاميرون حققوا لقب كأس أمم إفريقيا 2017، لكنهم فشلوا في بلوغ مونديال روسيا 2018 بعدما خاضوا التصفيات المونديالية في مجموعات ضمت الجزائر ونيجيريا، ليكون التأهل من نصيب منتخب نيجيريا الذي لم يشارك أصلا في كان 2017. مثال آخر معروف لدى كل الجمهور الجزائري وهو الجيل الذهبي للكرة المصرية بقيادة محمد أبو تريكة، عصام الحضري، أحمد حسن، جيل سيطر على إفريقيا بالطول والعرض لكن لم ينالوا شرف لاعبي المونديال، وهم من سيطروا على إفريقيا بالطول والعرض كما قلنا وحققوا ثلاث كؤوس إفريقية سنوات 2006-2008-2010. ولم يستطيعوا من بلوغ مونديال 2006 ومونديال 2010 وحتى مونديال 2014. ولنعد بكم إلى الوراء قليلا وبالتحديد إلى سنة 1980. المنتخب النيجيري أنذاك توج بكأس أمم إفريقيا في ذلك العام على حساب المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة، لكن بعد أشهر قليلة عاد المنتخب الوطني إلى نفس الملعب بالعاصمة أبوجا، وعدنا بأنذاك بورقة التأهل إلى كأس العالم 1982. وبعدها بأربع سنوات تأهلنا أيضا إلى مونديال المكسيك، لكننا غادرنا كأس أمم إفريقيا من الدور الأول في نسخة 1986، ولم نستطع الفوز بأي مباراة هناك حتى أمام أضعف فرق المجموعة. هي معطيات تؤكد الفرق الكبير بين التألق القاري والتأهل إلى المونديال.
فالخروج من كأس إفريقيا لا يعني تضييع التأهل إلى مونديال قطر، لكن الواجب هو الوقوف ومواصلة دعم أشبال الناخب الوطني جمال بالماضية صانع أفراح الجزائريين لضمان بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من حصة بريكسبورت، نلتقي بكم في أعداد أخرى ومواضيع أخرى. سلام. We'll be right back.